الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الحضور الكرام الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة المعنون لها فضيحة القراي. والقراي معروف هو مدير المناهج التربوية، والفضيحة مقصود بها ما أحدثه هذا الرجل من الإساءة للمناهج التربوية السودانية في العقيدة والأخلاق والتشويه لإرث هذه البلاد وتاريخها وحضارتها، وأيضا ما وقع فيه من الإساءة للمؤسسة التربوية على وجه الخصوص. وكلمتي إن شاء الله تعالى تدور على ثلاث محاور، في كل محور نقاط. المحور الأول أتكلم فيه عن جهل هذا الرجل بوضع المناهج، ودي ملاحظات حسب ما ورد في المناهج الجديدة والنسخ التي صدرت تتعلق بالصف السادس في المرحلة الابتدائية. طيب، أولا يا أخواننا، في كل الكتب، وأنا موجودة معاي الآن كتاب التاريخ، كتاب التربية الإسلامية، كتاب الجغرافيا، وبقية كتب الصف السادس، ومعاه كتاب التربية الإسلامية للصف الأول أساس. كل الكتب دي ما كتب عليها في الأول بعد المقدمة أسماء اللجنة التي أعدت هذا المقرر، وهذا إخلال بالمنهجية العلمية، لأنه الذين كتبوا المقرر من حقهم الأدبي أنه يكتبوا، ومن حق هذا الشعب أن يعرف من ألف الكتاب. فالمسألة تدور على حقين اثنين: حق أدبي للمؤلفين، لأنهم ناس إن صلحوا في إعداد المنهج قدموا خير للشعب، فمن حقهم الأدبي إنه يكتبوا، كما هي العادة في المناهج، مو مناهج السودان برا، هذا نظام عالمي. ثانيا، الحق للمواطن السوداني أن يعرف من كتب هذا الكلام ليحاسب. فأول خيانة علمية للمناهج حذف المؤلفين، بعدين حنعرف السبب ليه. طيب، كتبت صحيفة الصيحة اليوم عدد 3 يناير 2021، كتبت لجنة المؤلفين تكشف ملابسات كتاب التاريخ للصف السادس. دي اللجنة المنوط بها إعداد الكتاب. خلاصة ما كتبت اللجنة، قال: وأوضح، أي الدكتور صديق مهدي عميد كلية التربية بجامعة بخت الرضا، وأوضح أن من قام بوضع تلك الصورة، يشير إلى الصورة المسيئة اللي فيها إساءة
لله سبحانه وتعالى وللملائكة ولآدم عليه السلام الموضوع، وبعدين حنجي للتفصيل فيها. قال أوضح إنه الذي وضع تلك الصورة هو مدير المركز القومي للمناهي والبحث التربوي دكتور عمر القراي. بعد ما طلعوا الكتاب من عندهم، الصحيفة موجودة، طلعته اللجنة، الرجل ده عمل فيه تغييرات من وراء اللجنة، وهذه خيانة تربوية تدل على عدم مهنية الرجل. طيب تحد ذكر الدكتور صديق مهدي بحسب صحيفة الصيحة، قال ولفت إلى أن صورة خلق آدم هذه لم تكن وحدها، بل هناك العديد من الدروس الموجودة في تلك المادة تخالف وتناهض الإسلام ولا تستحق أن تدرس بتاتا. ده عضو في اللجنة المنوط بها عدد الكتب بيتبرأ منا وبيقول إنه نحن ما عندنا علم أصلا بما وضع. فدي ناحية أولى مهنية تدل على عدم أمانة هذا الرجل. اثنين، ذكر في المؤتمر الصحفي بتاعه إنه من النقاط اللي انتقدت على المؤلفات تحت المناهج من الانتقادات إنه في واحد من أغلفة الكتب جايبين صورة للشمس مشرقة، والانتقاد اللي وجه لها إنه قالوا له الشمس دي بتشرق من المغرب، فبيستخف قالوا عرفتوها كيف وما في سهم الشمال فيه أصلاً. وإذا كان كلامه موجود يا محمد عليك الله سمعنا اليوم. بالله ثبت الصورة، ثبت الصورة شوية، أرجع أرجع شوية، ثبت لي الصورة لما رفع الكتاب. بس بس لاحظوا الصورة دي أخواننا كلكم، في صورة شنو مع الشمس؟ الكعبة مش كده؟ من اتجاه الباب بتاعه مش كده؟ الكعبة من اتجاه الباب بتاعه، والشمس مشرقة وين؟ وراها، صحيح؟ من ورا، من ورا الكعبة يعني. لاحظ الصورة كده، الصورة واضحة، الشمس مشرقة وين يا أخواننا؟ ورا الكعبة، صحيح؟ وباب الكعبة بقدام بيجاي. أنتوا عارفين باب الكعبة فاتح وين؟ فاتح اتجاه الشرق. طيب لما يكون باب الكعبة فاتح اتجاه الشرق والشمس مشرقة بوراها، هتكون مشرقة من اتجاه شنو؟ دي دار لها مدير بتاع مناهي؟ دي دار لها دكتور؟ ما دار دكتور، دي واضحة جدا. طيب خليها نمشي اللي بعديها. في كتاب التاريخ صفحة 12 جاب صورة لمعركة سوبا وسماها بخراب سوبا، واللي المعركة كانت بين سلطنة الفونج الإسلامية ومملكة علوة المسيحية، والصحيح إنه نسميها النصرانية ما المسيحية، لكن في الكتاب كله مسمينها المسيحية. أنا دايركم تلاحظوا لحاجات معينة. الحاجة الأولى خطأ فني مهني تعلق بالمناهج. المعركة دي اتكلم عنها فوق من الصورة شوية، وإنه أصلاً دي كانت مملكة علوة المسيحية، وهجموا عليها ملوك دولة الفونج اللي هو ناس عمارة دونجوس وعبد الله جماع، التحالف بين الفونج والعبد الله، وهم كانوا مسلمين وهجموا على مملكة علوة ودمروها بالكامل. ومملكة علوة المدمرة اللي قدامكم دي مملكة نصرانية أو مسيحية زي ما بسموها هم. لاحظوا في الصورة هناك في شنو؟ في مسجد، صح؟ في مسجد في الصورة. هل المسيحيين عندهم مساجد؟ دي لخبطة، دي من ناحية مهنية غلط. من ناحية ثانية عقدية، هو داير يلصق الوحشية بالإسلام. عشان كده لما نصور المسجد ده دار يربط بين الصور الوحشية اللي قدامكم، ناس ميتين
مجرحين وناس راكدين في الارض ومبشتنين، دار يربط بينه وبين المسجد اللي وراه هذاك عشان يلزق في ذهن التلميذ الصغير انه المسجد ده مربوط بشنو؟ بالوحشيه اللي قدامه، رغم انه مملكه علوه ما مفترض يخد فيها مسجد اصلا لانها مملكه نصرانيه مسيحيه. شفتوا؟ ده اشكال يدل على عدم مهنيه الرجل. طيب، وفيه استعطاف للتلاميذ تجاه النصرانية والمسيحية إنه ناس كتلوهم وبشتنوهم. ثلاثة، معلومات تاريخية موجودة غلط في المنهج. في كتاب التاريخ بتاع أهدى، كتاب التاريخ يتكلم عن دخول الإسلام للسودان في سنة 11، في صفحة 11 تكلم عن دخول الإسلام للسودان، قال: ولكنه لم يدخل عن طريق الغزو والحرب، ولقد جاء عبد الله بن أبي السرح غازيا للسودان من قبل حاكم مصر وهو عمرو بن العاص. صحيح، حاكم مصر كان عمرو بن العاص الذي كان واليا عليها من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمرو بن العاص كان واليا لمصر من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والكلام ده غلط. السودان فتح في سنة 31 هجرية، 31 هجرية الموافق 651 ميلادية، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي سنة 24 هجرية. كيف يكون عبد الله بن أبي السرح والي في عهد عمر؟ كيف؟ عمر مات سنة 24. طيب، اثنين، قال: ولكن جيش عبد الله هزم ولم يستطع التوغل، فقد واجهه النوبة الشجعان الذين كانوا يسمون برماة الحدق. مكتوب الحدق وهي غلط، افترض تكون الحدق لأنه من الحدقة العين، يعني ديرا كانوا بيصيبوا في العين، دي فيها خطأ تاريخي. اللي واجهوه رماة الحدق هو عقبة بن نافع مع عبد الله بن أبي السرح. عبد الله بن أبي السرح جاء بعده، والصحيح انه لم ينتصر النوبة المسيحيين او المسيحيون، ولم ينتصر عليهم عبد الله بن ابي السرح، وكان بينهم سجال من المعارك لحد ما انتهت انه هم ارهقوا النوبة المسيحيين، ارهقوا فوقعوا مع عبد الله بن ابي السرح اتفاقية البقط، واصلا ماخوذة من الكلمة اللاتينية باكت، والاتفاقية نصت على انه النوبة المسيحيين يدفعوا للمسلمين في مصر ما يسمى بالبقط اللي هي الجزية، يدفعوها 360 من الرقيق سنويا. ودخل الإسلام في ذلك الوقت سنة 31 هجرية عبر الحملات خلال الهدنة بتاعت اتفاقية البقط، دخلت الحملات، والآن مسجد عبد الله بن أبي السرح موجود في دنقرة، موجود مسجد عبد الله بن أبي السرح. فده خطأ تاريخي واضح جدا. قال: ولقد دخل الإسلام السودان بواسطة التجار عن طريق البحر الأحمر وبواسطة الصوفية الذين فروا بدينهم من بطش الحكام الأمويين والعباسيين. كذب. راجع مقدمة كتاب طبقات والضيف الله النسخة القديمة، يعترف بأن أول صوفي دخل إلى السودان تاج الدين البهاري في سنة 800 ونيف من الهجرة، 800 ونيف. ما كان إطلاقا دخول الإسلام عن طريق تاج الدين البهاري ولا غيره، والإسلام دخل من بدري، لكن هو دار يزيل عن السودانيين كل شرف يقربه من الإسلام. نحن عندنا من أجدادنا السودانيين كانوا بدرجة تابعين،
لانهم تلقوا العلم من الصحابه. وعبد الله بن ابي الصرح اللي بيتكلم عنه هنا بيجيبه من غير ما يقول رضي الله عنه، وده صحابي جليل ما بيقول رضي الله عنه. ده كله احتقار لاي ثقافه اسلاميه، واحتقار لاي حضاره افريقيه او سودانيه، بالمقابل بمجد في كل الحضارات الاوروبيه عشان تعرفوا انه ده منهج مدفوع الثمن، وحتعرفوا من خلال المواد اللي جوه هنا والاشياء اللي بنطلعها عجب واشياء تقطع القلب. ده منهج مدفوع الاجر، مدفوع الاجر. طيب نقطه اربعه، راجع الكتب التاريخيه اللي كتبت عن تاريخ السودان زي تاريخ مكشبيكا، ايضا تاريخ ابن خلدون، ايضا كتب المسعودي، كتب البلاذري، غيرهم من المؤرخين اللي كتبوا، مش الكلام المكتوب. بالمناسبة الكلام ده انا لقيته ده منشور بتاع فيسبوك، ده اللي بيعتبروه مرجعية، منشور بتاع فيسبوك ده مرجعية واضعينه لأولادنا في المناهج. طيب أربعة، المنهج كله اشتمل على انه الحصة تكون عبارة عن أسلوب محاورة بين الطالب، بين التلميذ والأستاذ، محاورة في أي شيء. ومن ناحية الخبرة التربوية، أسلوب المحاورة والغلو في المحاورة، يكون الحصة كلها جدل بين المعلم والتلميذ، فيها مفاسد بتضر بالعملية التعليمية ذاتها. أولا بتفقد الأستاذ هيبته، اثنين بتفقد الأستاذ الكنترول على الحصة، ثلاثة بتتطلب معلم متمكن من المادة تمكن كامل، لأنه ما أي أستاذ بيقدر يستجيب لكل التفاعلات بتاعت الطلبة وكل الأسئلة. والواقع الآن بيشهد أنه مستوى المعلمين والمدرسين في المدارس وفي غيرها ما بيرقى لهذا المستوى. أنت داري لك أستاذ يكون في المادة أقل شيء عنده ماجستير فما فوق، عشان يقدر يواجه السيل الجرار اللي بيجيو المفتوح من الأسئلة الداخلية والخارجية. وثلاثة بيأثر أو أربعة، تأثير خطر جدا على وحدة المنهج. لما تخلي إنه ما في منهج موحد زي ما حنشوف بعد شوية في المنهج بتاعه ده، حيبقى كل أستاذ شغال بمزاجه، وكل أستاذ بيرسل الرسالة التعليمية اللي هي اللي هو دايرة، وفي النهاية ده ما منهج تعليمي. المنهج لابد يكون واضح المعالم ويرسل رسالة موحدة لكل البلد. خمسة، استعمال ضمير المذكر والمؤنث في الكتب. يقول لك اكتب واكتبي في اي حاجة، اشرح اشرحي، وضح وضحي. بيستخدم اسلوب يعني مخاطبة الفتاة والصبي الاثنين مع بعض، وده اسلوب اولا دخيل على لغتنا ودخيل على ثقافتنا، ومترجم ترجمة حرفية من الانجليزية، لأنه هم أصلا لغتهم لا تستوعب هذا الخطاب الموجود في لغتنا نحن. لغتنا تخاطب الذكر فيشمل الذكر والأنثى، إلا المسائل اللي بتخص النساء يخاطبهم بلفظ النساء، كويس؟ دي لغتنا نحن كده ودي ثقافتنا. لكن هم عندهم مشكلة اسمها جندر، دي مشكلة عندهم هناك عند الخواجات ما عندنا نحن. عشان تقول لي اكتبي واكتب، هم ديلك بعد ما كتبونا الاثنين اكتبي واكتب الشكل ثاني الخواجات، قالوا ليه تقولوا اكتب وبعدين تقولوا اكتبي؟ لا، قولوا اكتبي اول حاجه بعدين تقولوا اكتب، وشكل مدور لسه ما عارفين اكتبي ولا اكتب. دي ثقافه ما حقتنا، عشان تنشرها لاولادنا. طيب سته، عرض الصور شبه العارية المخل بالعملية التربوية. جيب كتاب التاريخ صفحة 43، كتاب التاريخ صفحة 43، بعنوان النهضة الفنية. شايفين الصورة اللي قدامكم دي؟ الشكل اثنين، قال الصورة اللي في النص شبه عاري تماما،
حتى أكرمكم الله عضو التناسل برا الملابس بتاعته. هل دي صورة تليق إنها تعرض في منهج تربوي لأبناء عمرهم 11 سنة؟ ده بيليق يا أخواننا؟ هل ثقافة التعري جزء من الثقافة السودانية؟ ما عندنا ثقافة التعري. بعدين لاحظوا على اليد اليمين شايل له صليب من غير أي إنكار ولا تنبيه حتى على الصورة، ودي مخلة بالأدب ولا تليق بالأطفال. طيب سبعة، تناسب الصورة مع القصة. دي أديني فيها ثلاثة، أديني صفحة 74 من كتاب الإسلامية، ما التاريخ؟ من كتاب الإسلامية صفحة 74، اللي هي صورة لامرأة قال عجوز، جايبين قصة لعمر بن الخطاب وامرأة عجوز. بالله يكبر الصورة دي كده يا أخوانا، عينوا في الصورة دي عجوز. قال امرأة عجوز وقصتها مع عمر بن الخطاب، مرة عاملة فول ميك اب وبيت شابة، اتخيل دي كان عندها قصة مع عمر بن الخطاب ولابسة توب سوداني. عمر بن الخطاب النسوان عندهم كانوا كده زمن عمر بن الخطاب، كان بيلبس توب سوداني. هل الصورة دي بتتناسب مع القصة؟ الصورة دي عندها غرض ثاني، إثارة الغرائز الشهوانية في الأطفال الصغار، وما عندها علاقة إطلاقا مع القصة الواردة. بعدية نفس الكتاب صفحة 47، ودي أخطر منها، دي أخطر بكثير. صفحة 47 جايبين من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، جايبين حديث نبوي للنبي عليه الصلاة والسلام، كبر الصورة. لاحظوا يا أخوانا، جايبين فوق حديث نبوي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر أوصاني خليلي، كأنه قدم له يعني نصيحة. لاحظوا للصورة تحد. أول حاجة الصورة دي بتوحي للتلميذ الصغير ولسه يا دوب عمره 10 أو 11 أو 12 سنة، إنه القاعد في الصورة ده منه؟ ده الرسول. ما هو كده، أنت ما خطيت صورة مع درس معناه الصورة متعلقة بشنو؟ بالدرس. ولابد القاعد ده الرسول، جايبه أصلع وشنبه كبير، وركزوا لي مع الشنب ده لأنه بعد شوية بوريكم صورة تانية جاب بنفس الشكل ده شبيه له بس لبسوا عمة، وفي نفس الإطار، إطار قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، معه ناس تاني جابوا. هل ده شكل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل بيجوز نرسمه؟ طيب لاحظ معاي، جايبوا شنبه كبير بدون لحية والجلسة مختلطة، مش كده؟ الجلسة مختلطة عشان الطلبة يفهموا انه الاختلاط اللي بيشوفوه في الجامعات، يقول لك يا اخي النبي ما شفته زمان، جابوا لنا في كتاب التاريخ او الاسلامية، ده كتاب اسلامية يا اخواننا، هذا كتاب التربية الاسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد والنسوان قاعدات على يد الشمال والراجل بيجاي وقال بيسمعوا في الوصايا بتاعته وجالس جلسة متكبرة. وداك لابس طاقية خضراء على يد الشمال. شوف انتقل بنفسي المؤامرة دي، امشي صفحة 100. شوف الزول ده عامل شنو، جاب برضو بيعة العقبة، قال بعد لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بوفدي الأوس والخزرج في منطقة العقبة بالقرب من مكة واتفاقهم على مجموعة من البنود بما سمي كده، بيحكي في قصة اتفاق العقبة والبيعة اللي تمت، إن الذين يبايعونك شنو تحت الشجرة، صحيح؟ يلا أرفع لهم الصورة، عين تحت الشجرة، تحت الشجرة دمنه
التلميذ حيفهم ده منه مع انه ما كتب عليها، لكن التلميذ حيفهم انه القاعد ده منه. لاحظ الشنب الجبيل، يا هو ولا ما يا هو؟ نفس الشنب الجبيل ذاته، بس لبسوا عمة. ها دي يا اخواننا واضحة ولا ما واضحة؟ لعب، قمة اللعب. طيب نمشي قدام. وضوح الأهداف، المنهج ده أهدافه ما واضحة عشان يكون موحد للطلاب. ده كتاب التربية الإسلامية، بس شاهد معاي حاجة بسيطة جدا، جايب تدريس القرآن الكريم. أدينا صورة عليك الله للقرآن الكريم، نشوف المحتوى بتاع القرآن الكريم. لاحظ قدام عندك دي الصورة، فوق دي الصورة، تحت منا ده الشرح، دي صور للفهم للشرح. الشرح كله قال يتقن التلاميذ تلاوة الصورة بس، تلاوة. بعدين بعد التلاوة قال يشرح المعلم أو المعلمة ما يرون أنهم يطيقونه من جملة معناه. انتهى الكلام. يعني المعلم حيشرح شنو؟ على كيفه صح؟ الكتاب ده بتاع سنة سادسة، دي آخر المرحلة الابتدائية. بعدين بيكون في امتحان بتاع النجل للمتوسطة، والامتحان النجل بيكون موحد. طيب كيف أنت كوزارة بتعمل امتحان بتاع نقل موحد لطلبة أنت ما عارف الأستاذ درسهم شنو؟ حيكون كيف امتحان النقل؟ ولا حيكون ما في امتحان؟ ده عشان الطالب ذاته يستهين بالمادة وما يقرأ، والأستاذ ذاته ما يهتم يشرح لهم شنو؟ وطيب ممكن أي أستاذ يشرح بمزاجه ويشرح أشياء ما موجودة في المقرر، وأحيانا في المقرر ذاته بيقوم بحيلك يقول لك يرجع الأستاذ إلى مرشد المعلم عشان يعرف الحاصل شنو. وطبعا ده شغل غير مهني، ده شغل غير مهني، لأنه مرشد المعلم يا أخواننا ما فيه شرح ولا فيه جزء من المقرر. مرشد المعلم لا يشمل جزء من المقرر، إنما هو في فنيات التدريس فقط. تدرس من الفترة كده إلى كده، تدرس الشيء الفلاني فقط. لكن مرشد المعلم ما فيه معلومات تخص الطالب ولا فيه جزء من المنهج، فدي خيانة علمية واضحة جدا. طيب النقطة 9، المرجعيات اللي انت بتنقل منها في المنهج ينبغي أن تكون من المرجعيات المعتمدة. مرجعيات معتمدة، جيب كتاب التاريخ صفحة 67. كتاب التاريخ الصفحة 67، آخر صفحة، آخر صفحة ناقل كلام عن جون جرن، ناقل عن جون جرن. الوحيد اللي لاقي له كلام في الكتاب من أوله إلى آخره، كلام نص باعتباره مرجع لنا، بل مش مرجع، هو تعريف وتحديد للهوية السودانية. يعني أنت لو سألوك من أنت كسوداني، من أنت؟ المرجعية بتاعتك كلام جون جرن. قال الزعيم الراحل جون جرن، السودان فيه عرب وغير عرب، لذلك العروبة لا يمكن أن توحدنا، فيه مسلمين وغير مسلمين، لذلك الإسلام لا يمكن أن يوحدنا، مكتوبة كده. فيه أفارقة وغير أفارقة، لذلك الأفريقانية لا يمكن أن توحدنا. فيه مسيحيين وغير مسيحيين، لذلك المسيحية لا يمكن أن توحدنا. لكن كلنا سودانيين، مكتوبة كده، السودانوية ممكن أن توحدنا. أولا الكلام ده ما عنده مرجع معتمد مأخوذ منه، كلام مأخوذ من اليوتيوب، واليوتيوب جون جرن قاله بالإنجليزي وأنا سمعته، ما قاله بالعربي، مترجم إلى العربية كويس. وجون جرن وكيد قالوا والآن، وكيد قال الكلام ده والآن،
لا يمكن يكون هو مرجعية تحدد للسودانيين من هم، ما ممكن، لأنه وقت قال الكلام ده كان عدو لنا، كان عدو للسودان، محارب ومتمرد. ما ممكن هويتي أنا كسوداني يحدد لي المتمرد المحارب لي. بيجي يا أخوان الكلام ده منطقي؟ ما ممكن. ثم ثانيا، الآن دونغرن هو ودولته دولة منفصلة ما عندها علاقة مع السودان، ولا يمثل فرد سوداني، فضلا عن أنه هو نصراني أصلا ما مسلم. فكيف يحدد لنا إنسان من خارجنا، من خارجنا، من بلد غير بلدنا، يحدد لنا من نحن؟ هل عجز السودانيون كلهم أنه يعرفوا من نحن؟ لما نجي يعرف لنا جونغرن، يجي يعرفنا نحن جونغرن؟ هل ده منهج يا أخواننا محترم؟ ده منهج يمثل السودانيين؟ طيب، في الجملة، المحتوى المعرفي ضعيف جدا في الكتاب. الكتاب فيه 15 درس، كتاب التاريخ الأساس 15 درس، ونحن بحسب معرفتنا بالتدريس السنة الدراسية فيها 210 يوم. مادة التاريخ من المواد اللي بيدوها حصص أقل، حصتين في الأسبوع، هتكون جملة الحصص في السنة 60 حصة للتاريخ. الستين حصة دي بيدرسوا فيها كم درس؟ 15 درس فقط، 15 درس. انت كأستاذ دار تدرس في 60 حصة 15 درس، انت حيكون عندك اكتر من نص الزمن في السنة فاضي، هتعمل فيه شنو؟ ونحن عندنا ابجديات في التربية والتعليم، انه الحصة اذا لم يكن فيها موضوع مشوق مليان للطالب هتكون حصة فوضوية، لأنه ما فيها موضوع. هيقول الطلبة يتونسوا مع الجنب وضربني وشال ما تعرف كراسي وهو. طيب، ثم ثانيا، هذه لا تعكس إطلاقا مستويات الطلاب ولا تبرز المنافسة بيناتهم، لأنه 15 درس في 8 شهور 15 درس، ومعاهم بغادي في القرآن 3 صور 3، وسنة أولى ابتدائي عامل لهم 7 صور من الصغار. 8 شهور في كم صورة؟ 7 صور فقط. ده التربية الإسلامية بتاع سنة أولى ابتدائي هو ده. طيب يا أخواننا، وين المنافسة بين الطلبة؟ هيجوا الأوائل كلهم، أميز بيناتهم كيف أنا؟ لابد يكون المنهج متناسب مع الزمن بتاعه، لابد يكون في تناسب بيناتهم. حيكون عندنا فراغ في المدارس عشان هو دار الجماعة والنسب. طيب، أنا أنتقل للمحور اللي بعده بسرعة، ودل علي أختصره بالقراية السريعة. المناهج القديمة بتاعتنا دي مثلا عندنا زي كتاب القبس، الزول ده حذف أشياء من المناهج القديمة، بس ده يكون تعرف سبب الحذف شنو. كتاب القبس من صفحة 1 إلى 16 حذف درس القراءة من كتاب الله، درس القراءة من كتاب الله، أول آية فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأول سؤال فيه ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. حذف الدرس كله عشان بادي بالآية دي من سورة النساء. 2، من صفحة 29 لصفحة 46 حذف الدرس اللي فيه والصلاة، ترك النصرانية والصلاة في مسجد الأندلس، عشان الصلاة في مسجد الأندلس حذف الدرس كله. من 87 لحد 102 حذف درس أثر الحضارة الإسلامية في النهضة الأوروبية. انتبهوا للنقطة دي، حذف درس شنو؟ أثر الحضارة الإسلامية في النهضة الأوروبية، وحذف خطبة أبي بكر الصديق عند الولاية. لاحظ ليه حذفها، أوريك. في صفحة 43 من كتاب التاريخ عامل النهضة الفنية
في أوروبا، كتب فيها في آخر الفقرة: ولقد كانت الثورة على الكنيسة والتخلص من سلطانها دافعا كبيرا لازدهار الفنون بجميع أنواعها. داير ينشر لنا الثقافة والفن الأوروبي ويحذف من أذهان الطلاب أي حضارة إسلامية، لأن الحضارة الأوروبية جذور أصلا مأخذة من الحضارة الإسلامية. حذف الدرس ده من هناك وأضاف لهم أن أوروبا إنما ازدهرت بترك الدين. والخلاصة دايرنا نعمل شنو؟ إحنا نخلي الدين عشان نبقى زي أوروبا، دي الخلاصة. طيب، من صفحة 198 إلى 212 حذف درس اسمه القرآن الكريم وكيف جمع في كتاب الفقه والعقيدة، موجود ديني له كتاب الفقه والعقيدة، حذف من صفحة 13 لحد 33 لأنه فيها الحج والعمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتبعه من زيارة القبر ومسجد قباء والبقيع، والدرس كله على السنة بالمناسبة، كله على السنة، حتى زيارة القبر زيارة على السنة، مكتوب قريته أنا بالحرف، حذفه كله. طيب، حذف من صفحة 79 لصفحة 90 درس المحافظة على النسل والمحرمات من النساء، أظن دار الشغلة كلها حلال، وحقوق الأولاد على الآباء، حذفه لأنه فيه التربية. من صفحة 95 ل 116 حذف المحافظة على المال وحكم الحرامة والسرقة، لأنه دي حدود، دي حدود شرعية، حذفها. كتاب العلم في حياتنا حذف من صفحة 18 ل 23، ليه أنت قايل؟ دي بتتكلم عن البصر، بس عشان بادية بالآية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، بس حذفها. حذف الدرس من 53 لحد 58 درس العين، لأنه بادي بالآية: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وغيرها المحذوفات. أنا لو قعدت أستطرد معها الزمن كله حيضيع مننا. أمشي لمحوري الأخير، وأبدأ بأفظع وأسوأ صورة، والمحور بيتكلم عن المطاعن في المناهج الدراسية للإسلام. أسوأ صورة، صورة خلق آدم، أسوأ ما وضع في هذا المنهج. صورة خلق آدم أصلاً جايبة من صورة الرسمة بتاعت مايكل أنجلو اللي رسمها في كنيسة الفاتيكان، والصورة اترسمت سنة 1511، والصورة دي يعني يكفي عرضها رد عليها وعلى قباحتها، إنه يعرضوا صورة لربنا سبحانه وتعالى وصورة للملائكة وصورة لآدم، وأصل الصورة عاري تماماً، آدم عليه السلام اللي تحت في الصورة. والأسوأ من ذلك التبرير بتاعه لما سألوه: أنت ليه وضعت الصورة دي؟ كذب الله يدينا حاجة من التبرير حقه. الجوامع قامت وكفرت والناس تكلموا والمرابط تكلمت، هل الصورة دي أول مرة تظهر في الكتب في السودان؟ الجواب لا، ما أول مرة تظهر. دقيقة بل الحقيقة شوفه مبسوط وديك بيستولي في راسه كده متكيفة المعاو، المعاودي مبسوطة وبتلولح في راسها، يعني انه الصورة دي ظهرت قبل كده في المنهج. قول ظهرت، يعني صح ما غلط؟ قال درسوها في الفنون في الجامعة الإسلامية، يعني صح؟ هي ما في الدين ذاته ما في حاجة اسمها كلية فنون، ما في ذاته، كلها من الباب بتاع الآخرة كلها حرام، ما في حاجة اسمها كلية فنون. عشان ما تيجي ترسم ارسم لنا في اصنام ويقول لك انا فنان، يا اخي ترسم في صنم، يا اخي صنم
يعبد مع الله عز وجل، يقول لك لا ده فنان، فنان بتاع شنو؟ فأصلا ده ما مبرر لك. ثم ثانيا كونه تكون في كتاب بتاع منهج الفنون، ده منهج خاص بكلية محدودة، والزول الداخل ليه ده أصلا داخل لكلية الفنون وعارف ما فيها، لكن انت جايبه لتلاميذ أولاد صغار، يعني أقلها الكبير ده لما تعرض له صورة زي دي وفي الفن بتاعه والدوشة دي، في النهاية بيقدر يميز ويعرف عقيدته، لكن انت عارضه لنشء صغار عمرهم 11 سنة، وتجي انت تشبههم بما عرض في كليات دراسية لناس كبار، ناس راشدين. خلي باقي كلامه ده ما دارينه. طيب الصورة دي حاول يبرر، قال نحن وضعناها، الجزئية دي من كلامه فيه، لو في الدين ليه عليك الله، انا داير تبريره ده، انا داير افند لانه ده المهم. بل الحقيقه في عده كتب بتاع تدريس الفنون في المدارس ظهرت فيها الصوره دي، منها كتاب بتاع الفن في عرض النهضه، وفي الصوره دي ذاتها ممكن الناس بعدين يشيلوها ويشوفوها منه. في كتاب ثاني اسمه كتاب الفنون ما بين الحضارات القديمه والحديثه، وبرضه في الصوره دي في صفحه 315 316. وانا اتصلت بالاستاذ الدكتور اللي بيدرس الماده دي وسالته انه الماده دي لما بيدرسها ويرجع الطلبه للمرجع ده، هل في الصوره دي في صفحه 315، هل حصل في واحد من الطلبه او من اهلهم او كده قال له يا اخي دي صوره خلق ادم وده والكلام ده كفر؟ قال ليه بدل ما حصل؟ طيب دقيقة يا حمد، ده يا اخواننا التبرير بتاعه، قال اتصل على الدكتور وقال له يعني ما في زول اعترض ولا حصل اعتراض من اولياء الامور. طيب التبرير بتاعه كونه ما في حد اعترض من طلاب الجامعات ولا من ذويهم، ده اعتراض ما مقبول من انسان بيشتغل شغل مهني، شغل منهجي. انت ما بتبني قبول المنهج ورفضه على ردة فعل الناس عليه بعدين شنو، لا ابدا. بعدين انت تعرف الصورة دي شنو وتعرف تاريخ الصورة، وفي اي سؤال ربنا وسأل الملائكة وسأل سيدنا ادم عليه السلام، انت بتخطها في المناهج وبعدك تشوف ردة الفعل شنو؟ ده شغل بتاع استهبال، ده استهبال. ما انت ما بتنتظر ردة الفعل، انت الموجه للطلاب وانت اللي بتقيم شنو اللي بيصلح للطلاب بمسؤوليتك، وبخوفك من ربنا. ده لو بيخاف من ربنا، مش بتمشي تسال بالورا تقول له يا اخي ها في زول اعترض ولا ما في زول اعترض؟ طيب ده اللي بيعترضوا عليه ليه؟ ده مبرر ميت جدا. بعدين لاحظ الزول ده لما عرض الصوره قال مايكل انجلو، بيعرف فيه مايكل انجلو في صفحة 44، قال كان معماريا ماهرا ونحاتا مبدعا وشاعرا مبدعا، وقد اشتهر بالرسومات الدينية مثل لوحة خلق آدم ولوحة موسى ولوحة داود. متعمد ولا ما متعمد الكلام ده؟ انت بتزكي فيه وبتثني عليه، ما قلت كان كافرا كبيرا، نحن قال لا كم شوية بتريح قلبنا، لو قلت كان معماريا ونحاتا وكافرا كبيرا كان احنا بنرتاح، لانه ده اساء لديننا. مفترض تعلق عليه يا اخي ادنى تعليق، لو كان عندك خوف من الله وعندك احترام لربك الخلقك، لو عندك ادنى احترام لربك الخلقك علق على الصورة تحي، ده لو انت رضينا لك تجيبه علق عليه اقول وهذه الصورة رغم انه لوحة جمالية لكن صورة كفرية والراسمة ذاته كافر لعنة الله عليه. ده كان شوية بتبرد قلبنا، لكن انت اصلا جايبة ليه؟ واسوأ من كده وشوفوا المكر والخبز، الراجل ده قال نحن عرضنا الصورة دي وما كاتبين تحتها اي تعريف ولا اي شرح،
انتبه، ده داري برر بي قدام الناس انه انا ما مذنب، كونه انا وضعت الصورة من غير شرح وتعريف. طيب كلامك ده انت دار تبرر بي نفسك من الذنب، من الكفر اللي انت عملته، لكن وقعت نفسك في خلل منهجي بيطعن في اهليتك انت للمنصب ده ذاته، لانه ما ممكن انت كرجل صاحب مناهج تخط لك صوره من غير هدف. طيب الطالب ما حيسال الصوره دي خدت لنا هنا ليه؟ جات براها؟ اتلصقت في الكراس براها؟ في الكتاب؟ لا، جات هنا ليه؟ الهدف منها شنو؟ قال ما كاتبين على اي حاجه، وده كذب. ارجع لنفس الكتاب الصفحه، نفس الكتاب الصفحه 53، كاتب بالرجوع الى الانترنت. لاحظ، مع انه هاجم الناس رجعوا للانترنت وقال في ناس رجعوا للانترنت وجابوا الصوره عاريه وجابوا فيها التعريف انه ده ادم وداك الله الفوق وكده، هاجم في نفس الوقت هو صفحه 53 ما خدته تحت الصوره ذاتها، جابوا بعديها من صفحة 45 ل 53، بعدها بثمانية صفحات، قال بالرجوع إلى الإنترنت، اكتب مقالا عن النهضة في الفنون في إيطاليا. النهضة في الفنون في إيطاليا، أول ما تكتب النهضة في الفنون في إيطاليا حيظهر لك طوال الفيديو بتاع الصورة دي، وفيها شرح صوتي إنه الجزء الأدنى من الصورة آدم في وقت خلقه، والجزء الأعلى من الصورة الخالق وحول الملائكة، وتكاد أيديهما أن تتلامس بالصوت. شوف رجع كده في صفحة كم؟ في صفحة 53، ويجي يكذب في وكالة سونا ويقول نحن ما كتبنا حاجة. كيف ما كتبت حاجة؟ كيف ما كتبتها؟ لكن كتبها لك بعيدة عشان يجي يعتذر يقول لك أنا خطيت الصورة من غير ما أكتب عليها. وإنت لما ترجع للمرجع اللي قالوا لك هناك قال الصورة إحنا قطعنا محل العورة، حتمشي تجيبها بعورتها لأنه رجعك له. وهل يا أخواننا في المناهج التعليمية بتاعة طلبة في الأساس زي بلدنا نحن بنرجع الطلبة للإنترنت؟ هل ده شغل مهني؟ هل من المناهج نرجعهم للانترنت؟ في ناس في بلد ما بعرفوا انترنت ذاته، كهرباء ما عندهم اصلا، بل اغلب القرى البعيده النائيه من السودان ما عندهم كهرباء. كيف يرجع للانترنت عشان يشوف جزء من المقرر الواجب عليه؟ طيب اثنين، انا اعلق بسرعه، داير اخلص قبل الصلاه. في الإسلامية صفحة 67 والعياذ بالله جايب صورة ليوم القيامة، وما أدري أعلق أنا، ورينا الصورة العياذ بالله. يا إخوانا تتخيلوا إنه ممكن ده يحصل في مناهجنا التربوية؟ هذه صورة ليوم القيامة، دي أرض المعشر يوم يحشر الناس ضحى. السيدة عائشة رضي الله عنها لما النبي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الأمر أفظع من ذلك يا عائشة، الأمر أفظع من ذلك. لكن ده يهون على الناس يوم القيامة عشان انت تفعل ما تشاء من الكفر والزندقة والإلحاد والخروج من الدين. نمشي للي بعديها. الصلاة جايبين صورة ليها، صورة توضيحية للصلاة، كتاب الإسلامية صفحة 56، صفحة 56 كتاب الإسلامية جايبين توضيح للصلاة. قالوا لاحظوا للتوضيح، أول حاجة جايبين صورة مرأة، ودي ما بتناسب الأطفال من ناحية مهنية، صورة مرأة بتصلي ما بتناسب الأطفال. اثنين، المرأة مغمضة عيونها ودي من المكروهات في الصلاة، المرأة كاشفة شعرها
وخدت شعاره على هيئه لبس الجمهوريات، بيلبسوا وبيطلعوا الجزل القدامي من راس كلهم. اي جمهوريه شافت عينك تطلع الجزل القدام من راسها، دي جمهوريه في الصوره دي، مطلع شعاره من قدام. والصلاه كده باطله، مره بتصلي وشعاره برا صلاه باطله. لاحظ اكثر من الشعر، نحره ده برا، صدوره برا مكشوف. كبر الصوره اكثر من كده، عينه ليه؟ صدره برا. بعد ده خدت يد الشمال فوق اليد اليمين، الشمال فوق اليمين، دي شيطان ولا دي شنو هي؟ دي شيطان دي. كويس؟ قدمينا تحت مكشوفات، قدمينا مكشوفات، ظهور القدمين عند جمهور الفقهاء، عند الجمهور لو ظهر ظهور القدمين بفوق الصلاة باطلة، عند جمهور الفقهاء ها؟ الصلاة بتكون باطلة. كويس؟ دي الصورة بتاعت الصلاة. لاحظ معاي في الكلام المكتوب، قال أيها التلميذ النجيب، التلميذ النجيب، لقد درستم الوضوء والصلاة في الصفوف الدنيا دون تفاصيل وبالتركيز على التعليم بالهيئة. خد بالك، قسم لنا الصلاة لتعليم بالهيئة وتعليم قال بالتفاصيل، ودي مرحلة من مراحل الصلاة الجمهورية، صلاة الجمهوريين. عندهم الصلاة ذات الحركات وصلاة الأصالة، يعني لما يعلم الطلبة يكون عندهم صلاة بتاعت حركات وصلاة ثانية بتاعت أصالة، بعد شوية حييجوا يوصلوا للمرحلة بتاعت محمود محمد طه، إنه ما يصلي، إنه ما يصلي نهائي. ومحمود محمد طه ما كان بيصلي، ده زعيم الزول ده، لمن قتلوا؟ قتلوا نميري رحمه الله تعالى، رحمة الله على نميري. كويس؟ بعدين الصلاة جابوها جوا دي، والزمن لا يكفي للشرح بالتفصيل، لخبط الشروط مع فرائض الصلاة، سماها الفرائض اللي هي الأركان والواجبات، لخبط كلها مع السنن. أنت حصلي صلاة أول حاجة ما فيها ستر العورة، من الشروط ده ما جابوا، ولا جاب استقبال القبلة، يعني ممكن تصلي على يديهم القراية ولا على الديوان، ما في استقبال القبله، ما في ستر العوره، ما في، عشان كده جاب لك المرأة بالشكل ده. طيب، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، انا فضلت تقريبا حوالي ثلاث نقاط، واود التنبيه في الاول على انه في حملة شعواء، ودي ما هي جديدة، ودي حجة واحدة عن كل صاحب باطل داري عارض الناس اللي بيدافعوا عن الحق وعن الدين، كلهم بيجتمعوا يقولوا لك يا أخي إنتوا من زمان، وده شغل بتاع كيزان، أي زول داري يدافع عن الدين يقول له أنت كوز بس. مملينهم ليه طبعا؟ في الفيسبوك كل جماهير الشيوعية وكل الملاحدة والناس المرتدين عن دين الإسلام، الحجة بتاعتهم واحدة، انت اول ما تبدأ تدافع عن دينك في اي جزئية من الجزئيات اللي بينتحكوها هم، يقولوا للجماعة بتاعينهم طوال يخشوا له في المنشور بتاعه يقولوا له كوز بس. فأنا بقول لهم اول حاجة، الشعب السوداني ده اتخدع فيكم في الأول، كل المكونات بتاعت الحرية والتغيير من شيوعيين وعلمانيين بكل أطيافهم، وانتوا أقول لهم الناس اللي كانوا بيصلوا الجمعة في القيادة العامة في الشمس وفي رمضان، أفتكر إنه ديل ما كانوا كيزان ولا كانوا كيزان؟ ديل الكيزان؟ ديل ما الكيزان؟ ولا كانوا الشيوعيين لأنهم صلوا،
إذا ده لا كيزان ولا شيوعيين. وإنتوا كلكم بتقولوا إنه النظام بتاعكم والإسقاط والثورة عملوها ديل، كانوا بصلوا ولا ما بصلوا؟ كانوا كيزان؟ ما كان يخلوا الصلاة عشان يثبتوا للشيوعيين إنهم واقفين معاهم. بعدين بحجة تانية، أعرف تماما إنه الناس كانت لظروف اقتصادية محضة وقفت مع ما يسمى بالثورة، وعندكم انتوا بتسمى المجيدة، احنا عندنا لا مجيدة ولا أي حاجة، ومش دي براها، مش دي براها. أي ثورة قامت في هذه البلد أو في غيرها كلها فساد وشر، ما في ثورة فيها خير إطلاقا. لا ثورة ديسمبر بتاعت الشيوعيين، ولا القبالة ثورة 89 بتاعت الكيزان، ولا قبالة الثورة جو فيها الشلة بتاعت الشيوعيين مع نميري ولا غيرهم. ما في ثورة جاءت بيوم خير قط، ولا تبنى بلاد بثورة، ولا تبنى بلاد بمظاهرات، ولا بخروج على حاكم، إنما تبنى البلاد بالعلم، وتبنى البلاد بالمنهجية، وتبنى البلاد باحترام التخصصية، وتبنى البلاد بسواعد أهلها. لكن أي زول محرشين وناس من برا وعنده أسياد خارج الحدود يمدوا بالمال عشان يجي يفسد وهم يستفيدوا، ده لا يمكن يصلح بلد، ولا يمكن يوم من الأيام نحن نقيف مع ثورة أيا كانت. مش إن قام بها شيوعي، لو ثورة الليلة قاموا بها هيئة كبار العلماء نحن ما بنقيف معهم، لأنه دي فساد في الأرض. نحن الحقيقة بنقوله وما مدسين من منهجنا، منهجنا واضح جدا، ما مدسين منه. نحن ضد أي ثورة تقوم، لأنه هذه الثورات فساد. وربنا سبحانه وتعالى أوصانا بالصبر، أوصانا بالصبر، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نحن بالصبر بنبني بلادنا، وبنأسس عقيدتنا، وبنحمي حياض بلدنا، وبنربي أولادنا على القيم وعلى الأخلاق بالصبر. ما إحنا ما أصحاب فوضى ولا أصحاب ثورات. والليلة لو كان في ناس دارين يستغلوا نقضنا نحن للقرايدة أو غيره عشان يطلعوا بين الناس ثورة ويطلعوا بين الناس الشارع، نقول لهم خبتم وخسرتم وما بنقف معاكم. ما منهجنا نحن إطلاقا، منهجنا نقول كلمة الحق فيما يجوز لنا وفيما هو مشروع إنه نتكلم عنه. عشان كده بنقول للقراي والجماعة المعاو والشيوعيين والشلليات العلمانيين الدارين يحاربوا كلامنا ده بكلمة إنه ديل كيزان، نقول لهم دي ما بتمشي تاني، لأنه بيلقوا الحجج، كلام موثق، ما جبنا لك حاجة إلا بوثيقة، الكتب دي جبناها كلها، تكلم لك عنها بالوثائق، بأرقام الصفحات، صورناه قدام، عرضناه للشعب السوداني وللجماهير. لو في أي حاجة غلط في كلامنا ده تعالوا ورونا. لو القراي وجماعته رجال وبيقدروا يواجهون الليجون الآن، احنا موجودين في المكان، أو في أي منصة من منصات الإعلام، أو في أي تلفزيون من التلفزيونات اللي عاجباهم، أو في القناة بتاعت سونا، نحن جاهزين نناظر القراي وأي جمهوري معاه وأي شيوعي بيطعن في ديننا وبيتكلم عن إسلامنا وعن حرماتنا وعن أخلاقنا، نحن جاهزين نناظر. والله لو بلغت عمامته عنان السماء نحن جاهزين له. ما بتمشي معانا قضية إنه ديل كيزان وديل مع النظام البائد، انتوا بتعرفونا، بتعرفونا جيدا. وقواد الحرية والتغيير الموجودين ديل لقونا نحن قاعدين جوا المعتقلات معاهم، كانوا وزمن الكيزان بسجنهم، نحن قاعدين مع في المعتقلات جوا، هم بيعرفونا كويس. ونحن كنا في الداخلية في جامعة الخرطوم من سنة 2004، نحن ما بنقدر ننوم زينا وزي الطلبة في الحوش برا، لأنه الكيزان ممكن يتعرضوا لنا في أي وقت. أنا كنت لو دخلت الحمام بيقفلوا علي برا. دي احنا كنا بنعاني معاناة زي دي من الكيزان من سنة 2004، وهم عارفين المعلومة دي، هم عارفين المعلومة دي، لكن دايرين يبطلوا الحق بكلمة كوز. وأعرفوا إنه الآن الراية اللي إحنا بنقوله في القراي ده
والله ده راي الشعب السوداني كله. الشعب السوداني قاطبه. وديك دليل بسيط الان، خش لك اقرب جامع ودي كلمتين وارفع يديك لله ادعو على القراي، والله الجامع من وراك كله. ده الكيزان، ده كلهم كيزان، الجوامع دي كلها كيزان، ها؟ الجامع كله بيأمن وراك. شوف واحد من اثنين، لو قلتوا ديل كلهم كيزان والله الشيوعيين شيلوا شيلتكم. إذا بقت الجوامع المليانين جوا ديل كلهم ديل كيزان، والله إلا ما تعمل انتخابات. العبه ضقل براك براك. لو ديل كلهم كيزان إن نزلوا، إن مركت البشير الآن المجرم اللي أنت خاتيو في السجن ده، إن مركته برا بيفوز تاني. لو ديل كلهم كيزان، ما تلعبوا على نفسكم، ما تلعبوا. انتوا بتعارضوا في دين السودانيين ماتوا فيه، ماتوا فيه وورثوا اباء عن الاجداد عن الاجداد. وقمنا لقينا قبال ما نعرف كوز، وقبال ما عتبت البلد دي تدخل اول كوز، نحن كنا مسلمين، والشعب السوداني ده مسلم وبيعرف الله وبيعرف الدين وعرفه تماما. والله ما في اي علماني عنده موطئ قدم دي باذن الله في البلد تاني. ما عندك موطئ قدم. الناس لما انت جيت ناديت بثوره عشان تخفف صفوف العيش وتوقفها وتجيب البنزين وتجيب الوقود، الناس وقفت معاك. لكن انت لو كنت صريح من اول يوم قلت لهم احنا ما دارين دين، وقلت لهم مدنيه دي معناها علمانيه ومعناها لا دينيه، ما في زول بيقف معاك، ما في زول حيقف معاك. لو نموت بالجوع كلنا ما بنجيف معاك، نموت بالجوع كلنا، لأنه ديننا أغلى لنا من الرغيفة، وإسلامنا أعز لنا من البنزين. ما بنكب بنزين ذاته يا أخي، نركب الحمير زي أهلنا. أهلنا ربونا لما بقينا الرجال بيركبوا الحمير ما كان عندهم عربات ولا ركبوها. دارين إحنا ديننا في النهاية. واعرف ما بتقدر تصادم هذه القيم ولا هذه الغيرة النابعة من حب لله وحب للنبي عليه الصلاة والسلام. والله ما تقدر تجيب قدامه، أتحداك. ونحن موجودين إن الله حيانا، وإنت موجودة كان الله حياك، والسودان قاعد نشوف بتنجح ما بتنجح في البلد دي. ما ينجح إلا إنسان ينادي بهذه القيم الموجودة عندنا في مجتمعنا والأخلاق. تصور ربنا، تصور ربنا، ربنا الخالقنا وخلق السماوات والأرض تخط لنا جوا كراس في نص صفحة. ربنا الخلق السماوات والأرض تخط في نص صفحة وتصوروا وتعيب ربنا وتعيب أبونا آدم عليه السلام وتعيب الملائكة وتشوه تاريخنا كله وتزكي في التاريخ الأوروبي وسفالة الأخلاق وحسالة البشر وأنجاس الخلائق. انت بترفع فيهم وتجيبوا لنا عرايا عرايا عشان تعلم اولادنا كده، وتجيبنا نحن السودانيين اهل الشجاعه واهل القيم، تجيبنا ممحنين ومبطحين في الواطا، ها؟ وتجيب الاوروبيين ناهضين ومثقفين. ده على حساب منو؟ ده منهج منو اصلا؟ منهجنا نحن ولا منهج اوروبا؟ ده منهجنا ولا منهج امريكا؟ ده ما منهجهم، ده منهجنا نحن، ودي بلدنا نحن، تعكس ثقافتنا نحن ديل، تعكس ثقافتنا وتعكس اخلاقنا. نحن كلام زي ده ما بنرضاه. منو اللي بيرضى لك الان انه تصور له صوره بتاعت ابوه ولا امه عريانه في الشارع؟ منو اللي بيرضى لك؟ فشوفوا الوهمة دي ما بتنجح تاني. واجهوا يا شيوعيين، واجهوا الحقيقه. امرك يا كافر تعال لنا برا هنا. اي شيوعي انت بتكفر بالله، بتلحد بالله، بتعادي ربنا، ابقى راجل، امرك لنا هنا ده. نحن جاهزين نناظرك ونتحداك في اي مكان، وتحديناك في الجامعات دي كلها. يا ملحد نحن تحديناك في الجامعات دي كلها، قدرت تثبت؟ قدر؟ ما قدر، كلهم هربوا. اول ما يتعصر بيهرب. ما بتقدر. ابقى راجل واثبت. خالد ولا ده كوز وده ما كوز. كوز بتاع شنو يا اخي؟ انت ما فاهم الحاصل ولا شنو؟ طيب انا عندي ثلاثة نقاط اقولها مجمله وادع المجال للشيخ مزمل. نقطه في تعريف ضلالي جايبينه للتوكل على الله سبحانه وتعالى في صفحه 89 من كتاب الدراسات الاسلاميه
التعريف ده باطل، اعرفوه على وجه الإجمال. اثنين، بيرسخوا لمفهوم التخلي عن الدين في كتاب التاريخ الصفحة 66 آخر الكتاب، المكان اللي نقلوا فيه كلام جون قرن ده بيأصلوا فيه، لأنه الإنسان يعني كل الأديان واحد، كل الأديان واحد. وزي ما صرح بها القراي إنه كل زول لو كان مخلص مخلص بس في دينه، لو بوذي لو نصراني لو مسلم، كلهم قال بيخشوا الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أخيرا دار أعلق على كتاب الجغرافيا، بس دارك تعايل الصورة دي وتعرف كيف الناس دي بيتآمروا على اللعب بأولادنا. بس الغلاف ده عينه في الصورة هناك، جايبين ولد وبنت ده في الغلاف. أول حاجة من ناحية تربوية ومهنية، البلوزة اللي لابسها البنت دي ده ما زي مدرسي، ولد وبنت جايبينهم في فصل. لقاكم يا اخواننا المدارس السودانيه كلها، وانتوا الان اللي قدامي ديل بيشكلوا كافه القبائل والمناطق والكده جوا الخرطوم وبرا. في زي مدرسه بلوزه؟ ال عندهم في حلتهم زي مدرسه بلوزه يورينا؟ ما في ما في. عندكم زي مدرسه بدون طرحه؟ ما في. دي البناتنا يا اخواننا، ودي اخلاقنا اللي احنا تربينا عليها، دي اخلاقنا. ما عندنا بيت في سلسات بدون طرحه، ولا في الحله. خليك من المدرسه، في الحله بيت وصل سلسات بتمرق من البيت بدون طرحه؟ ما في كلام زي ده. نمره ثلاثه، البيت دي جايبينها لابسه، شوف دي كلها ايحاءات، دي احنا بنفهمها في التربيه والتعليم. الصوره عندها ايحاءات وعندها مفاهيم بتغرسها. البيت جايبينها لابسة بلوزة وردية ومطقم الحلق معاه، الحلق مطقمة مع البلوزة. بعدين اللون الوردي ده لون شنو؟ ده لون الحب. دي جاية تقرأ ولا تحبي؟ ها؟ دي جاية تقرأ ولا تحب؟ بعدين لاحظوا الكتاب الخاتينه قدامهم مقبل عكسي من النوم، عكسي من النوم معناه ما فاضين للكتاب ذاته. ملاحظين للحاجة دي؟ ما فاضين للكتاب. بعدين البيت دي رسمين خدودة حمر، الكلام ده ما جا ساي. خدودة حمر ده معناه الكلام اللي بيحكي لي فيها الشفت الجنب ده خش عليها. ها الكلام ده عميق شديد. بعدين لاحظوا له سارحة وهو بيحكي لها، وسارحة بعيد عايشة مع الكلام بتاعه. دي يا اخواننا صورة بتاعت منهج دراسي؟ ها؟ بعدين لاحظوا الواد ده خدت كوعه وين؟ بس عينه براكم، انا ما بقول حاجة، عينه خدت كوعه وين؟ والبيت دي يدينا بتحد وين؟ يا اخواننا الموضوع ده طويل جدا، الموضوع ده طويل جدا، وده خطر، ده خطر بمعنى الكلمة. ومن الغلاف ده، ده ما كتاب بتاع جغرافيا، مفترض يسموه كتاب شارع النيل، ده كتاب شارع النيل. والله يا اخواننا لو كل الملاحظات اللي انا دونتها على الكتب دي انا عرضتها، ممكن المحاضرة دي تكون حتى الصباح. لكن اكتفي بهذا، والشيخ مزمل عنده ما هو افضل واقيم ان شاء الله مما قلته، وأدع له المجال. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.